توج النادي الرياضي أصدقاء فاس للأشخاص في وضعية إعاقة بلقب كأس العرش بارارفعات القوة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد احتلال الرتبة الأولى بمجموع 65 نقطة موزعة بين الذكور والإناث، ومتفوقاً على نادي المستقبل خريبكا ونادي إدماج الدار البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة. اليوم أنا جيت سعيدة في الحضور ديالي في منافسة كأس العرش 2024، احتليت المرتبة الأولى، وإن شاء الله أنني كنأمل على أساس إن شاء الله أن التتويج يعني اللي كنتمنى أنه يكون هو في الألعاب البارالمبية إن شاء الله اللي غتكون في باريس إن شاء الله. الحمد لله أننا قدرنا أننا نحقوا الرتبة الثانية. كتعرف أن ليفيكتيف ما كانش عندنا بزاف، ولكن الحمد لله أننا زعما بدل الأبطال اللي معنا قدرنا أننا نحقوا المرتبة الثانية الحمد لله. الحدث المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي جرى بالقاعة المغطاة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين في سلا، عرف مشاركة مكثفة لمجموعة من الرباعين من مختلف الأندية الوطنية وفي أوزان مختلفة. اليوم كان الجامعة الملكية المغربية لرياضة في وضعية إعاقة كتنظم هذا الحدث الرياضي الكبير اللي هو رفعت كأس العرش في رفعات القوة. هاد الرياضة هي رياضة بارالمبية بامتياز، والنتائج ديالها على طول يعني الألعاب البارالمبية دائما كانت حاضرة وممثلة في هذه الألعاب. وتزامنت مسابقة الكأس الفضية بدخول المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي مغلق قبل دخول غمار الألعاب البارالمبية الصيفية بباريس، والتي ستكون ممثلة بكل من وفاء العزاب ونجاة القرعة في رياضة رفعات القوة. أكيد احنا حاليا في معسكر تدريبي تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، استعداد مغلق إن شاء الله باش نكونوا إن شاء الله حاضرين بقوة في الألعاب البارالمبية إن شاء الله اللي غادي تكون في باريس. نتمنى إن شاء الله أننا نفرحوا الشعب المغربي إن شاء الله ويتعزف النشيد الوطني. بالنسبة للتأهل ديالي ما كانش سهل، لأن كتعرفوا أن رياضة رفعات القوة ماشي سهلة، رياضة اللي كتطلب قوة بدنية نفسية مورالمون فيزيكمون. الحمد لله احنا اشتغلنا عليها احنا والمدرب سي عزيز الريمي والاداره التقنيه والجامعه الملكيه اللي كانت كتوفر لنا الظروف الملائمه باش في المعسكرات. كنتمنى ان شاء الله اننا نحرزوا على ميداليه اولى، في زعما تكون اول ميداليه في هذه الرياضه هذه اللي ان شاء الله ربي كنتمنى ربي يوفقنا فيها. تألق الرياضيين في وضعيه اعاقه محليا يعكس بلا شك حضورهم القوي في المنافسات العالمية في مختلف الأصناف الرياضية.